شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فيتجدد اللقاء مع حضراتكم حول سلسلتنا المباركة إن شاء الله. استوقفتني هذه الآية وآية الليلة قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. علمتني هذه الآية أن للسير في الأرض مقاصد، فالسير في الأرض إما أن يكون للاعتبار كما أشارت هذه الآية: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وإما أن يكون للاستثمار كما أخبر ربنا في ختام سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاجعل سيرك أخي في الله في أرض الله لهذين المقصدين، إما للاعتبار وإما للاستثمار، وإلا كان سيرك على غير مراد ربك. نسأل الله أن يفقهنا كلامه.